تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم الجميلة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. حقيقة البرنامج هو عبارة عن، في رمضان نحن سوينا شوية سوالف أكثر من أنه برنامج إخباري وبرنامج ناخذكم في مواضيع يعني وايد صعبة، لا خلينا موضوع شوية شعبي وسوالف. في حلقة اليوم قبل أعرفكم بضيوف اللي موجودين معانا في هذه الحلقة، خلوني أطرح عليكم سؤال حلقتنا اللي يعني نقدم لكم بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي. سؤال حلقتنا اليوم: ما اسم التطبيق الذكي الذي أطلقته هيئة الصحة بدبي والذي يعنى بالأمهات الحوامل وأطفالهن؟ هل هو 1 حياتي، 2 صحتي، 3 طفلي، 4 أطباء دبي؟ حطينا 4 خيارات، لا تحاتون، بعد الفاصل منشيل 2 منهم، لكن اللي يبغي يشارك معنا في هذه المسابقة ويفوز بجهاز لوحي ذكي مقدم من إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي، ممكن أن يرسل الإجابات على الرقم 4006 4006. وأيضا اللي حاب يشارك معانا في بأي سؤال أو بأي مداخلة ممكن يتصل على رقم 600-55-1414. اليوم موضوعنا الصيام والحمل والتغذية للمرأة الحامل، كيف تتم هذه المسألة؟ منتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل من خلال استضافتي للدكتورة لما خالد، استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى دبي، وأيضا الدكتورة وفاء عايش اللي هي استوت أصلا زميلة الآن في البرنامج، مدير إدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. حياكم الله معانا، لكن نحن مثل ما عودنا المستمعين دائما ناخذهم في جولة إخبارية سريعة على أهم الأخبار اللي طالعتنا بها الصحف المحلية وكالات الأنباء العالمية. طبعا أنا بحاول أشوف الأخبار اللي لها علاقة بموضوعنا اليوم، ما حصلت، لكن خلوني باخذ الخبر اللي يخص هيئة الصحة بدبي، لأن الهيئة بدأت حقيقة باستقبال طلبات التسجيل لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2016 الذي تشرف عليه إدارة التعليم الطبي بالهيئة، ويستهدف طلبة المرحلتين الثانوية والجامعية للتدريب في مختلف إدارات والأقسام والمستشفيات التابعة للهيئة خلال فترة الصيف. وقالت الدكتور جميل محمد حسن الشيخ مدير إدارة التعليم الطبي أن الهيئة ستستمر باستقبال طلبات الانضمام للبرنامج حتى يوم الخميس 16 يونيو، على أن يكون يوم الأحد 10 يوليو 2016 هو اليوم الأول من برنامج التدريب الصيفي، فيما تنتهي فعاليات وأنشطة البرنامج يوم الخميس 4 أغسطس 2016. طبعا البرنامج في وايد أمور جاذبة للطلبة من خلال بيئة العمل في القطاع الصحي اللي ممكن يتعرفون عليها عن قرب، ومتابعة الإجراءات المطبقة في المنشآت الصحية، وهذه الأمور كلها بتزيد من المعرفة وبتزيد من الخبرة الأكاديمية والوظيفية بالتحديد لهؤلاء المنتسبين لهذا البرنامج. طبعا اللي حاب يشارك معانا ممكن يتوجه إلى هيئة الصحة في دبي ويطلب أنه يبغي ينضم لهذا البرنامج الصيفي. نرجع حق موضوعنا الرئيسي. حياكم الله معانا دكاترة، وش صباحكم الله بالخير.
شليت السماعة دكتورة، أزعجتك أخاف. لا ما أسمع شيء. ما تسمعين شيء؟ لا بالعكس بالعكس. زين حط السماعة عدل لأن... دائما إيه لأن هذه السماعة ذكية. أها استغل حالها. طيب صباح الفل والورد، موضوع كتير حلو اليوم، بس عم بعلق لما دخلت الدكتورة لما عم نقول على الحر والجو. كنت مفكرة نحكي عن الرياضة أنا وياك صح؟ شو رأيك نحكي عن المشروبات الرمضانية بعد ما نخلص اللقاء مع دكتورة لما؟ يعني أنت تامرين بما أن الدنيا حر صح؟ عشانك يا دكتورة لما غيرنا الموضوع بعدين نحكي عن الرياضة إذا بتحب. طيب خلينا نبتدي مع الدكتورة لما ونتكلم عن الحالات التي لا ينصح فيها للمرأة الحامل بالصيام. يا ترى ما هي هذه الحالات التي لا ينصح فيها للمرأة الحامل بالصيام؟ هلا اول شيء صباح الخير ورمضان كريم على الجميع ان شاء الله. هلا بصوره عامه ما في اي حاله تمنع الصيام بالاطلاق على الستات الحوامل، عندنا حالات معينه وهي اهم يمكن هلا حيجي في سياق الحديث، اهم يمكن مرضى السكر او السيدات اللي عندهم حالات خاصه خلال الحمل، ولكن بالمطلق الصيام ممكن السيده الحامل مع شويه توعيه او ارشادات ان تصوم بمنتهى الرياحه، غير انه فرض علينا الصيام هو نظام صحي وروحي ومعنوي وغذائي حتى لحالات صحية مرافقة للحمل. أهم حالة إحنا منحب نركز فيها على أنه الست نفكر أنه نقلها لا ما تصومي، هو طبعا المرض اللي شائع كتير في الإمارات اللي هو مرض السكري. طبعا مرض السكري كل الناس تقريبا عارفين شو هو، عندنا ستات نسبة كتير كبيرة منهم اللي عندهم مرض السكري قبل الحمل، فبتجي الست حامل وهي أصلا عندها مرض للسكر، فهنا أهم فترة من فترات تقييم حالة الحمل عند الست، السكر منتظم ولا لا، الأدوية اللي بتاخدها لتنظيم السكر إذا كانت حبوب أو نظام أكل أو نسبة إنسولين، ومن هاي الفترة بيعتمد على تقييمنا لحالتها وبعدين إرشادها في صيام ولا ما في صيام. يعني هني دكتورة أنا فهم من كلامك أن أنت قلتي أن ما في يعني نادر ما تكون هنالك حالة صعبة للحامل أن هي تصوم، لأن أنا قاعد أفكر أن الحامل إذا صامت هي في جنين في بطنها، فهذا الجنين هو مرتبط بموضوع الصيام هذا، فهل هنالك يعني خطورة بتكون على الجنين؟ لا خليني أقول لك، الحمل الطبيعي السليم بدون أي مش مصاحب لأي أمراض تانية طبيعي ان الست تصوم، زي ما هي بتعمل رياضه بالشوب او بتعمل سباحه او بتعمل، هو بارت من اللايف ستايل، زي ما بنقول لهم في دايت سيستم بدون ما يكون عندي انا مرض طبي اني انا امشي على دايت سيستم. فهو الصيام مش بالمطلق ابدا مش ممنوع، بالعكس حمل طبيعي معناته صيام، حمل عنده حاله خاصه حنفكر في ليش ما تصوم الست. ايش شعرتي يطيح من سدحات شهريه؟ أيوة. خليني اقول لك، البارحه لسه بالعياده جايتني واحده شهر ونص فقط حامل، عندها ضغط عالي بتاخذ ادويه، بقولها صايمه بتقولي لا انا حامل، بقولها بس شهر ونص يعني تو الناس وضغط منتظم، وللاسف طلع حتى الحمل مش كويس، فيعني لا صامت ولا حافظنا على حمل ولا شيء، فهي بالفكرة المطلقة غلط طبعا انه الحامل ما بتصوم، هذا غلط، حالات معينة مفروض انها ما تصوم، حنركز عليها هلا معك ان شاء الله. في من ناحية السكر في مخاطر بيتعرضوا لها السيدات اللي عند الحوامل اللي عندهم مرض السكري، هون التدخل ايش الطرق العلاج اللي ممكن تقدري لسه تحافظي؟ طبعا انا بعرف انه في ارقام معينة لازم توقف الصيام سواء أقل أو أكثر، فإذا بتعرضين إياها شو الأقل والأكثر؟ خليني أركز على نقطة كتير مهمة قبل ما نحكي عن قديه الأرقام أو المقاييس تبعت السكر. شو المخاطر؟ الستات اللي عندهم سكر من قبل الحمل كتير مفيد إنه ندقق على تنظيم نسبة السكر بأول 3 أو 4 شهور حمل، وساعتها هدول من لهم ما تصوموا، لأنه تكوين أعضاء الجنين بتكون بهي الفترة، فأنا مش هقول للست صومي ولخبط السكر والإنسولين عم بيزيد الجرعة وإحنا بعدين بعيد الشر ننتهي بطفل مش طبيعي، فأنا ما حققت شيء إنه أنا صمت وبعدين جبت بيبي مو طبيعي، النتيجة ما حققنا فيها شيء، ورب العالمين رحيم طبعا، مش عشان أصوم أطلع بنتائج مش كويسة. الستات اللي عندهم سكر قبل، إحنا دائما بناخد القراءة تبعت الست الصايمة، يعني صايم 10 ساعات صيام لا تتعدى 95، إحنا أحيانا بنكون نستريكت معاهم زيادة بنقول 92، بس الستات اللي عندهم سكر من قبل الحمل بنوصل معاهم لل 95 صيامة قراءة السكر في حالة الصيام.
ساعتين بعد الأكل لا يتعدى 135. طبعا الريدينجز عم تتغير سنة بعد سنة وفاء لأن السكر كتير عم بصير مهم ومشاكله كتير عم بتزيد. صح. صح. وللأسف عم بتشوف نتائج مش مرضية، وبالنهاية مش مرضية مش بس إلنا، مش مرضية للست، بالنهاية حيأثر على المجتمع، عم بيأثر على الست نفسها على المدى الطويل بمضاعفات السكر وغيره. صحيح. فالسكر بالذات اللي هو السكر التايب 1 اللي هو النوع الأول اللي هو حتى قبل الحمل كتير من يكون مش جستيشنال مش مصاحب للحمل، منكون كتير متساهلين، مش من باب الفتوى احنا ما بنفتي، من باب طبعا. جزء من العلاج الطبي للست انه انت لا صيام ممنوع بالنسبة لي. احنا انا بس تسمح أنا لي اضيف شغلة صغيرة بس على كلام دكتورة في 20 ثانية اي فقط. أوكي. انه لازم الناس تعرف انه الحمل يعمل على زيادة مقاومة الانسولين في الجسم وزيادة افراز الانسولين وبالتالي خفض اخراج الانسولين من الكبد، علشان هيك يعني احنا بدنا نكون حريصين على انه كيف نراعي ارتفاع السكر نسبة جميل. السكر. جميل، احنا نستكمل الحوار هذا الجميل لكن بعد ما نوقف مع فاصل قصير، لكن قبل الفاصل ميثا اسمحي لي اذكر بسؤال المسابقة. سؤال المسابقة اليوم: ما اسم التطبيق الذكي الذي اطلقته هيئة الصحة بدبي والذي يعنى بالامهات الحوامل واطفالهن؟ هل هو حياتي، صحتي، طفلي، أطباء دبي؟ ارسلوا لنا الإجابات على الرقم 4006 وبتكون لكم الفرصة في دخول السحب على جهاز لوحي ذكي بتستلمونه مقدم من هيئة الصحة بدبي. فاصل وما رجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، وحياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. موضوعنا اليوم الصيام والحمل والتغذية السليمة للحامل، كذلك منطرق لهذه المواضيع. لكن قبل نرجع لضيوفي الموجودين معايا في الاستوديو، خلوني أذكركم بسؤال حلقتنا اليوم: ما اسم التطبيق الذكي الذي أطلقته هيئة الصحة بدبي والذي يعنى بالأمهات الحوامل وأطفالهن؟ هل هو حياتي، صحتي، طفلي، أطباء دبي؟ ونمسح إجابتين ولا إجابة؟ لا إجابة 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 كل شوي لنهاية. أنزل نشيل حياتي يعني بتكون الخيارات ما بين صحتي، طفلي، أطباء دبي. تقريبا 90% من الإجابات يعني سليمة، أي حتى بالإنجليزي يكتبونه بشكل سليم بعد. أي فلإرسال للمشاركة إرسال الإجابة مع الاسم، اسم الشخص الثلاثي على 4006. طيب، كنا تحدثنا عن المرأة الحامل هل عليها صيام أم لا، وتحدثنا أن هنالك بعض الحالات التي لا يستحب أو من غير المرغوب أو من الأفضل أو يمنع بتاتا الصيام فيها للحامل. فدكتورة لما خالد استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى دبي، خبرين عن هذه الحالات. هلأ اللي يمنع فيها الصيام هي أكيد حالات مرضى السكر وخاصة النوع الأول اللي هم على جرعة عالية من الإنسولين فقط بس. هاي بالمطلق. أيه. طبعا عنا أمراض السكر اللي هو النوع الثاني أو الستات اللي بيجيهم سكر مرافق بس للحمل بعد رابع شهر من الحمل، هدول حالات قد ينطبق عليهم هاي النصيحة لأنهم ممكن يحتاجوا بس لنظام غذاء أكل فقط وينتظم السكر عندهم، فممكن نظبط الأكل على حسب سحور وفطور والسناك، بدل ما ياخدوها خلال النهار ياخدوها مثلا نص الليل، ما هم الناس سهرانين. الستات اللي بياخدوا جرعات بسيطة من الإنسولين بمنتهى البساطة ممكن تتظبط الجرعة إنها تصير تأخذها وقت الإفطار. وطبعا الستات بصورة عامة أغلبهم لما بيجوا لعنا عن العيادة عن كل زيارة، الستات اللي بحكي عن السكر مرضى السكر مع الحمل، عنا إحنا ممرضة اللي هي خاصة بمرضى السكر diabetic nurse، عند كل زيارة بتشوفهم، عند كل زيارة بتاخد البوكلت اللي إحنا بنعطيهم إياه عند أول زيارة إنه لو سمحتوا قيسوا الصايم قدي عندكم نسبة السكر صايم، من قيس ساعتين ورا كل وجبة عشان إذا بدنا نظبط أي جرعة إنسولين أو نعتمد على إنه نقول إنه فلانة عندها نسبة سكر عالية صح، ولكن هي قادرة على سيطرة السكر، فأنا بكون مطمنة إنه أنا أولا أديت واجبي،
ثانيا المضاعفات اللي انا بتوقعها بالحمل خاصه على البيبي، لان المضاعفات على الست حتكون كتير قليله على الحمل، هي للاسف حتدفع الثمن بعدين بمضاعفات السكر، بس احنا الهم الاول هو بيكون مضاعفات على البيبي. المضاعفات اللي على البيبي زي ما حكينا بثلاث اول شهور تكوين اعضاء الجنين بعيد الشر نسبه التشوهات بتزيد، بالشهر الرابع واحنا ماشيين لقدام نمو الجنين كله حيتلخبط. احنا بنشوف الستات اللي عندهم سكر مش منتظم بيجيبوا بيبيات فوق الاربعة وخمسة كيلو. كيلو احنا صحيح. مش حننبسط انه والله جبنا بيبي كبير. هذا البيبي كبير عنده كتير مشاكل صحية، في اغلب الحالات بيدخل عناية الاطفال، في اغلب الحالات السكر تبعه بيكون كتير نازل لازم نعطيه سكر، فيعني السكر من حالاته ممكن بعيد الشر يقلب مرارة اذا بدنا ننتهي بمضاعفات. بنأكد انه لازم يراجعوا الطبيب، ما يفتوا لحالهم يعني ضروري جدا، لانه فعلا الموضوع مش سهل مش سهل محمود، لازم يكون قريبين من الطبيب من اختصاص التغذية لأنه حتى الأكل يفرق. هني أبغى أسألك دكتورة يعني دكتورة وفاء، في تغذية معينة ينصح بها السيدات الحوامل بشكل عام في شهر رمضان أو غير شهر رمضان؟ طبعا هلأ نحن مركز على شهر رمضان، هلأ خلينا نحكي على شهر رمضان. كذا نوع، النوع الأول اللي هو معتمد على الأنسولين ضروري نسبة الكربوهيدرات تكون محسوبة وبدقة، لأن هي الأثر الأساسي والعامل المباشر اللي بيتعامل مع رجيم الأنسولين. أكيد. فإحنا منظبط الرجيم الدوائي والرجيم الغذائي مع بعض، وبالتالي النوع الأول ممكن يتبقى، يعني نعطيهم مثلا شغلة بنسميها إحنا low glycemic index food، الطعام ذو المؤشر السكر البطيء المنخفض. ليه؟ لأنه بياخد وقت لينهضم، وبالتالي ما بيصير في عنده ارتفاعات ولا هبوط، إحنا منخاف من هبوط أكثر من ارتفاع. وبالتالي إحنا بنتحكم بنوعية الأكل محمود، كتير مهمة، لأنه هون بتفرق معاها كتير الصيانة لغاية ما يكون عندها ستورج لغاية ما تفطر يعني. طيب أنا بقطعك بالخير دكتورة، خليني أخذ هذه المداخلة من أبو خالد. أبو خالد تفضل. السلام عليكم. يا هلا، تفضل يا سيدي. معك كلام بخير، تقبل الله إن شاء الله صالح الأعمال. اللهم امين ان شاء الله، تفضل يا سيدي. دكتور انا بني دميه الحمد لله من اسبوع تقريبا، وكان المدام معها سكر الحمل فقط، لكن ما معها سكر اللي هو المرض. كان عندها السكر من الشهر السابع لغايه الولاده، كان عندها سكر زياده كثير، وكان البيبي فيه تضخم زياده. فاثناء الولاده البيبي طلع يعني ما شاء الله يعني شوي زايد الكيلو. زايد السؤال اي فعلا هو البيبي قام ينقص طبيعي، فقالوا لي قعدت العنايه المركزه تقريبا 5 ايام. فقالوا لي الحمد لله كان الصوت هذا بالنسبه كان تضخم في القلب نتيجه السكر اللي عند الام. اللي كان زايد. لا البيبي الان طلع سكره طلع كل شيء. سؤالي للدكتوره، هل بعد الولاده تستمر المدام يعني ما زال السكر معها؟ يعني انا خايف لا يكون يعني هل يستمر بعد الولاده السكر ولا كيف؟ طيب. لان ما زالت الرجلين يعني شوي منفوخه. واضح واضح. تبغين تسالين اي سؤال دكتوره؟ لا بدي اساله، هي انتم متاكدين انه نسبه السكر كانت طبيعيه عند المدام قبل الحمل؟ يعني هي اصلا ما عندها مرض سكر؟ لا ما عندها، لا ما عندها. ممتاز. طيب سؤال ثاني، عندها سكر حمل في اي حمول فاتت سابقه؟ نعم الاولاد شيء بسيطه، بس البيبي هذا بزياده يعني السكر. واضح. خلص. تمام يا ابو خالد، شكرا جزيلا لك. طيب نحن بنجاوب على ابو خالد، وايضا بنتكلم ما دام انه فتح موضوع سكر الحمل فهذا بعد بنتكلم فيه، وما هو سكر الحمل، خلينا نعرف الناس شو يعني سكر الحمل وكيف التعامل معاه في رمضان. تفضل دكتور. سكر الحمل هو السكر اللي يرافق الحمل بعد الشهر الرابع من الحمل. فهي الست تبدا الحمل بنسبه سكر طبيعيه، وهي لم يسبق لها انه صابها سكر قبل الحمل، وتم تشخيصها على انه عندها سكر حمل بعد الشهر الرابع من الحمل. هاي رقم واحد. رقم اثنين، تشخيصه طبعا عندنا فحص، احنا صار الفحص السكر من زمان هو جزء من روتين لكل الحوامل. انا ما بسال الست صار عندك سكر حمل ماضي ولا لا، انا بعمل فحص السكر لكل الستات صغيره بالعمر او كبيره. صحيح. نحيفه او ناصحه سابق عندها تاريخ ماضي بالسكر او لا. صحيح. لازم ينعمل. الفرق انه الستات اللي عندهم سكر في حمل فات ممكن انا اذا اجوني بفتره مثلا بالخامس او بالسادس مع اعراض سكر حمل على طول ببدال على نظام اكل، ما حضيع انه وقت اعمل لفحص السكر. صح. واعطيه لود زياده للجلوكوز عشان امتحن جسمه. جميل. حيرجع نسبه السكر للطبيعي. الان ابو خالد، حاله ابو خالد، ابو خالد المدام عندها سكر حمل واضح انه في كل حمل. اولا اكيد عملوا له فحص للسكر بعد الولاده بالمستشفى قبل ما يطلعوها من المستشفى.
وفي أغلب الحالات بيكون طبيعي. ولكن نصيحة ومنشدد عليها لكل الستات، ولكن للأسف ما كلهم بيسمعوا النصيحة، من 6 إلى 8 أسابيع بعد الولادة لازم ينعمل فحص السكر اللي أنا بشرب فيه جلوكوز سكر، وبروح على موعد بالعيادات الخارجية، يعني مليان عيادات خارجية، وبنرجع بناخد 2 ساعة بعد السكر. لازم تتأكد أنه هي ما عندها سكر بدون حمل، لأنه هي واضح أنه هي من النوع اللي حيصير عندها سكر، لأنه إحنا عندنا مؤشرات محمود بتقولي أنه هيدي الست حيصير عندها سكر في المستقبل ولا لا. أوكي. أنه سكر مع الحمل مرة واثنين وثلاثة، وبدون ما يقولي البيبي كبير. هلأ لو بدي أسأله حيقولي البيبي الماضي يمكن كان 2 وشوية، البيبي اللي بعديه كان 3 كيلو عند الولادة، فبتوقع اللي بعديه حيكون 4. أنت قلتي دكتورة لما 6 إلى 8 أسابيع، طب ما هرمون الحمل لساته فعال. 6 إلى 8 أسابيع وفاء، 6 إلى 8 أسابيع. هدول اللي عندهم سكر حامل يعني بيكون صحيح. لأنه هلا ما رح يكون عندي السكر كتير عالي بعد الولادة. هدول أنا عم بحكي للسكر الحمل، مش أنا بحكي على سكر الحمل سكر. لأنه بعرف أن الهرمون تبع الحمل 6 إلى 8 أسابيع مزبوط، عشان هيك ما بنعمله قبل. سكر عندها وكان شوية عالي، ما رح إلا روح أكلي كل شيء عادي، حنقول لها حافظي على نظام الأكل اللي أنت كنتي عليه، بس لتعرفي أنه أنت عندك مرض سكر بدون حمل لازم فحص السكر النظامي بعد فترة اللي بعد الولادة. جميل دكتورة، خلينا نرجع قبل أبو خالد كنا نتكلم على موضوع التغذية بالنسبة للحوام. أوكي. اتفقنا أنه النوع الأول أهم نقطة فيه التحكم بالنسبة للكربوهيدرات، النوع الثاني لا بنحطهم على نظام. عادة النوع الثاني من الأنسولين معتمد على الحبوب اللي لازم يتراجع الطبيب عشان ينظم لهم الحبوب عند السحور عند الإفطار، بيحط لهم الرجيم حتى تبع الدواء كيف ياخذوه، ولكن عادة هذول بيكون عندهم وزن زائد، مجرد ما تحكم بالوزن بي 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 بيبدأ ينزل السكر ويرجع للطبيعي، بس بيكونوا دائما في مرحلة لازم يشيكوا باستمرار لأنه ممكن يرجع لهم سكر. هذول بيكون عندهم نظام بيتحكم بالسعرات الحرارية وبالكربوهيدرات الاثنين، وطبعا كل ست على حسب طبيعة أكلها. هون بنعطيهم عادة وجبة الإفطار مثل الوجبات العادية محسوبة، بس أهم شيء إنه يكون بدون دهون دسمة، بدون يعني الكالوري، حساب السعرات الحرارية اللي فيه كتير دقيقة على حسب وزنها، لأنه كل ست على حسب النوع الثاني. دائما لازم يكون في وجبة خفيفة ما بين الوجبات والسحور، يعني زيها زي إنسان طبيعي لكن محسوب السعرات والكربوهيدرات. جميل أكي. جميل. نحن ما نطلع فاصل وما نرجع نستكمل الحوار هذا. أنا طبعا كان مفروض أرخصك أنت دكتورة لما، لكن خليك معنا، أنا مستمتع بالحوار اللي قاعد يصير وأيضا مستمتع بالموضوع هذا، وأي حد عنده أي مداخلة يبغي يتوجه بأي سؤال للأطباء موجودين معنا على رقم 6005514114. وبعد الفاصل أبطلب منكم يعني تعطوني الأسئلة بشكل مختصر جدا، هذا من جانب. من جانب ثاني اللي حاب كذلك يرسل لنا رسالة بأي سؤال على الموضوع اليوم ممكن على 4006، واللي حاب يشارك معنا في المسابقة كذلك سؤال الحلقة اللي يقول: ما اسم التطبيق الذكي الذي أطلقته هيئة الصحة بدبي والذي يعنى بالأمهات الحوامل وأطفالهن؟ هل هو، نحن قلنا مشل بعد خيار، هل هو طفلي ولا أطباء دبي؟ بعد أحسن من شي ما في. أحسن من شي ما في. إحنا كريمين. هيئة الصحة كريمة برمضان. إيه لأن بعد الفاصل يعني عندكم لين الساعة 11:11 بوقف استقبال الإجابات على هذا السؤال. فاصل وما أرجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة. عندنا تقريبا أقل من ربع ساعة لاستقبال إجاباتكم على سؤال الحلقة: ما اسم التطبيق الذكي الذي أطلقته هيئة الصحة بدبي والذي يعنى بالأمهات الحوامل وأطفالهن؟ هل هو تطبيق طفلي ولا أطباء دبي؟ طفلي ولا أطباء دبي؟ أبدا ما عم بغششكم أبدا. ممكن تبعثون الإجابة على الرقم 4006. طيب دكتورة، أنا دكتورة وفاء بسأل سؤال شوية برا على الموضوع. البارحة علي الخواري سألني قال لي الله يخليك اسأل الدكتورة هذا السؤال ضروري.
قال لي أسأل الدكتورة شو تنصحنا الدكتورة على الغداء في رمضان، وهل التونة مفيدة ولا؟ الغداء في رمضان بتفطر على حسابي يعني؟ بتفطر على حسابي، بعطيك وصفة برياني جمبري جمبري على الإفطار، لكن ما في غداء على حسابي أنا، ما في، ما بنصحك. زي يمكن حامل هو يرجع للمة، هي اللي تفتي موجنا. عموما تحية للشارع. أيضا دكتورة نرجع لموضوع الحوامل، وعندنا تحدثنا حقيقة عن بعض الحالات التي لا يستحب أو يمنع فيها الحمل. الآن نرجع لموضوع أن الشهور كل ما زادت الشهور يصير الصوم يمكن يكون أصعب دكتورة؟ هلأ شوف حسب. أول ثلاث شهور على حسب. أي. أول ثلاث شهور حمل إلهم مضاعفاتهم، فأحياناً الست بيكون عندها وجع في المعدة، حالات الإقياء اللي كتير اللي ممكن دخلها على المستشفى، هدول طبعاً كمان بننصحهم إنه ما يصوموا، لأنه هدول لازم ياخدوا وجبات صغيرة متكررة يعني 7-8 مرات في اليوم، عشان حالات الإقياء بتأدي لجفاف وممكن تأثر سلباً على الجنين. فأول ثلاث شهور حمل خصوصاً بالستات اللي الحمل الأول بتكون شوية خاصة، الوحم اللي بيسموها الوحم. الشهور الثلث الثاني من الحمل اللي هو شهر رابع خامس سادس بصورة عامة سهل وسريع وبدون مشاكل، لأنه لسه ما بدينا أنه بطن تكبر، ظهري عم بوجعني، عندي شد، عندي ضغط أسفل البطن، فهي الأمور. فبصورة عامة رابع خامس سادس ويمكن شوية سابع بيكون شوية سهل، بتشوف الستات كلها رايحين وعم بيطلعوا وخفيفين ورياضة وشوبينج وكل شيء. بنجي لآخر شهرين أو شهرين ونص من الحمل، الست اللي عندها مشاكل واللي ما عندها مشاكل بتشتكي يعني عندي وجع في بطني، ظهري مش عارفة مين، فيعني إلا ما يكون في أعراض منها صحيحة، لأنه الحمل صعب أكيد، وصعب يمكن مع الصيام أكتر، وصعب مع الكسالة، مع الكسالة، مع الكسالة بيأثر سلبا، وكمان وفاء ساعات صيام طويلة بدون مي، بدون عاداتنا الروتينية، بدون إنه هاي أهوي. كمان صعب قهوة مثلا صعبة. خليني أقول معلومة هي مهمة كتير بالنسبة إلنا، إنه إحنا أكتر شيء بنحدد على الستات الحوامل بآخر شهور مش من قلن، حتى لو حمل طبيعي لازم تتأكدي حركة البيبي طبيعية. صحيح. طب أنا كيف بدي أتأكد حركة البيبي طبيعية إذا هي صايمة 15 ساعة؟ طب ممكن تقلي البيبي ما عم بيتحرك، أنا كيف بدي أعرف البيبي ما عم بيتحرك؟ لأنه بس أنت صايمة وأغلبهم بيصوموا بدون سحور، هي أسوأ عادة سيئة كتير، أو البيبي ما عم بيتحرك طبيعي، يمكن في شيء مو طبيعي حوالين البيبي، فأنا ما هاخد التشانس إنه البيبي يكون تعبان عشان الأم تصوم. فدائما بنكون حريصين في الموضوع، حمل سليم لازم سحور، لازم ما في صيام بدون سحور. لما ضروري شوفوا حكت السحور، لكن يجب تأخير السحور قد ما بتقدروا لقبل الأذان، يعني إذا الأذان 4 أو 9 دقائق بالضبط تاكل 3 و45 دقيقة ما بمزح. صح, صح, صح. أخر السحور صح. وتقدم الفطور، يعني مجرد ما يأذن هن بالذات صحيح. الحوامل، المرضى السكر، الناس اللي عندهم حالة مرضية يبكروا بالإفطار، ويعني على طول في ناس لا باخذوا بس تمرة ومثلا السلطة وشوربة وبعد التراويح ياكلوا العشاء، ما بينطبق على الحوامل هذا الكلام. أكيد. ما ينطبق. أيوة هذا الموضوع وايد مهم. ما ينطبق عليهم. طيب أنا الحين الدكتورة شو أبغي أسألك؟ أبغي أسألك عن الأغذية التي ينصح بها السيدة الحامل على الفطور وخلال وجبة السحور، شو تنصحينهم؟ طيب هلا إذا كانت بتعاني من مرض السكر بالتحديد، وإحنا عم نحكي على الحمل بالسكر، أول شيء هتاخد التمر لأنه مفيد مع المي، وتروح تأدي الصلاة، وبعدين الشوربة لتنشيط المعدة، وتاخد السلطة، وبعدين تتناول الدواء، وبعدين تروح على الطبق الرئيسي. طبعا الطبق الرئيسي دائما يعني يفضل الحبوب الكاملة، سواء كانت من الرز، من المعكرونة، من الخبز، من أي نوع من الكربوهيدرات، منفضل اللي فيها ألياف عالية. أكيد. حتى تعطيها شعور، أول شيء بتمشي بعدتها، لأنه معظم الحوامل عندهم إمساك. أكيد. وإحنا متفقين في هذا، لما بتشوفي قديش بيجيك حتى عندهم الحمل الطبيعي، حتى الحمل الطبيعي مش سكر، عندهم إمساك مستمر، فإحنا عم نعطيها حلول، شرب المي وأكل الخضار والياف، والألياف اللي بتيجي عن طريق الحبوب الكاملة بتسهل عليها عملية الإمساك، خلصنا من واحدة. عدم تناول الأطعمة المقلية لمرضى السكر، للي عندهم حرقة في المعدة زي ما تفضل الدكتورة لما، سواء في أول الأشهر، في نص الأشهر، في آخر الأشهر. الأطعمة المقلية والأطعمة الحراقة اللي فيها سبايسز، الأتشار، هاي كلها ما تاخدها، سواء
كانت عندها سكر او ما عندها سكر، للحامل بالذات مؤذيه، بتعطش، بتزيد الحرقه عندها، بتسبب هضم وصعوبه في الهضم. فاحنا بالحالتين سواء عندها سكر او ما عندها سكر بدها تمتنع. الحامل اللي عندها سكر للنوع الاول تاخذ زيها زي الحامل العاديه، ما عندنا ريستريكشنز على نوعية الأكل الطبخ، يعني كيف تطبخها، في حبة سمبوسة ما عندنا مشكلة، حبة الجيمات ما في مشكلة، لكن تحسب كم كالوري كم جرام كربوهيدرات فيها. المشكلة مع الناس اللي النوع الثاني لأن هم أصلا عندهم وزن زائد، بدها تحسب السعرات الحرارية. لو بدها تأخذ الجيمات مثلا 5 حبات الجيمات فيها 157 سعرة حرارية محسوبة، تعرف كم كالوري، لأنه هي ممنوع تأخذ أكل مقلاة، يعني ما تقدر تأخذ سمبوسة مثلا، ما فيها تأخذ كبة مقلية. ليه؟ لأنه فيها كالوريز زيادة حتمنعها تأكل الأكل الصحي اللي لازم تأكله، اللي هو العيش والمرق، الثريد، الهريس، الأشياء. يعني مثلا ما في أحلى من الهريس على السحور للحوامل، سوي صاهر. لا ما يسوي إذا حط إذا بدون السمن، بدون ما يسوي سمن. أيوة. إذا حطوا السمن فوق هي بيسوي، السمن هو اللي يسوي صاهر مش الهريس. الهريس قمح صح. فول كمان بدون زيت أحلى أكلة للسحور، بتكبس على المعدة يا محمود، بتسكر، تحسك بالشبع لين بعد الإفطار. ما بيصلوا البير. لا ما يقول أنا قلت. بس فعلا من أول شيء كامل بروتين رائع، وبعدين يا سلام لو أخذته مع خبز مثلا البر أو الخبز اللي فيه الحبوب الكاملة. فعلا انا عم باخذ وجبه متكامله، اكيد سلطه مع بندوره، طماط، خيار، خس، هاي لازم مع الفول مصاحب. يعني هاي من الوجبات. احنا كل مره حنقول وجبه سحور، وقلنا حنعطي وجبات وصفه للافطار، والله ودنا بس ما عندنا وقت. احنا لازم تدري شو نسوي دكتوره، من باكر اول ما نبتدي الحلقه بنتكلم عن وجبه اليوم. طب بس لازم اليوم نحكي عن مشروب من المشروبات. كل يوم مشروب كمان، كل يوم مشروب رمضانية. لانه احنا برمضان هلا حر، وبتعرفوا العرقسوس، التمر الهندي، السوبيا، القمر الدين، الخروب، هاي طول السنه موجوده، لكن في رمضان بس تكتسح الموائد. الموائد. طيب ناخذ واحد منهم اليوم على خلينا على باكر. 2 minutes. ايه وايد 2 minutes. طب دقيقه بسرعة، دقيقة فضل. شو رأيك نحكي على إيش؟ نحكي على الدين؟ قبل لا ناخذ هذا، خليني بس أسأل دكتورة لما آخر يلا. سؤال دكتورة الآن بالنسبة للمرأة الحامل، هذا السؤال يعني أنا أبغي أعرف الحين، أنا كمش أنا طبعا يعني يعني المرأة الحامل كمرأة حامل، إنزين إذا يعني حبت تعرف ان صيامها راح يؤذيها، شو هي الاعراض اللي تصير معاها عشان تعرف ان هذا الحمل ممكن يكون يعني يهدد تمام. هلا اذا هي الحمل طبيعي من غير اي مشاكل تانية، من غير سكر، من غير ضغط، من غير حاله توائم، من غير حاله بيبي نمو غير سليم، بنقولها عادي، حركة البيبي طبيعية، أنت ما عندك إرهاق ولا إجهاد، أمورك حاسستية طبيعية، نشاطك اليومي عادي، مش حاسة حالك كسلانة، ما حسيتي حالك دايخة، لأنه ممكن ينزل السكر فجأة عند الست الحامل لأي سبب، بس ما حسيتي بهاي الأعراض كلها، معناها هاي الأمور كلها مطمئنة، وتكملي حملك وصيامك خلال اليوم عادي. شكت بأي شيء، احنا منركز على الستات بليز، انا متأكدة بكل مراكز الهيئة، ولكن عم بحكي عن مستشفى دبي بالذات، عنا عيادات يومية لأمراض السكر. صحيح. عنا كامبين يعني مخيمات توعية من قبل رمضان وهلأ ماشية برضو برمضان، اي واحدة عندها شك انه انا عندي سكر او يمكن شوية يعلى، انا شو اعمل شو ما اعمل، ما حنستنى قبل ما تفكر وتقرر بكون خلص رمضان. عنا اماكن تلجأي إلها، اقرب مركز صحي، العيادات يومية، عنا عيادات الصبح، عنا عيادات بعد الظهر. اغلب الستات في اتصال بيننا وبينهم، اللي حريصه انها تتابع على اخصائي التغذيه، وحتى احنا بتصدقي وفاء كثير صار في علاقات مع المرضى. يعني فلانه بتقلي دكتوره معلش اخذ رقمك اذا بدي ابعث لك، ما حزعجك، ببعث لك مسج وجاوبيني على الواتساب، عم نتواصل كمان، فيعني في تواصل كثير بيننا وبينهم، بس ما يترددوا بالسؤال. صحيح. بس جميل. صحيح. جميل. وهذا التطبيق اللي نتكلم عنه اليوم هذا فيه وايد معلومات، وايد شغلات. اللي ارسلوا لنا الاجابه السليمه اللي على السؤال اللي هو ما اسم التطبيق ذاك اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي والذي يعنى بالأمهات الحوامل وأطفالهن، يعني بيستفيد وايد من هذا التطبيق، رائع التطبيق فعلا، ويعني بيساعده في عملية جدولة حياة
حياتها. كل المعلومات موجودة اللي بدهم إياها. ممتاز. يعني زين نأخذ مشروب أمر الدين اليوم، شو رأيكم؟ أمر الدين. أمر الدين. أمر الدين. لا. أمر الدين لأنه بتعرفي ليش أنا بحبه على السحور، بخلي دائما الحلق رطب وما بتحس بالعطش. بالذات أنت محمود لأنه بتطلع بتتكلم على الإذاعة فحيسهل عليك المهمة. كتير. لا لا جد والله بتكلم. لا حتى لا تفضل أنا كل يوم بنشوف بيشنس بنشوف مرضى، فطول ما أنت عم بتشوفيهم بدك تتكلمي فعشان ما تحس بالعطش. هو من المشمش المجفف، طبعا غني جدا بفيتامين ألف، غني جدا بالحديد، بيزيد المناعة تحت الجسم، بيقوي البصر، لغناء بفيتامين ألف، وفعلا نسبته جدا عالية، في فيتامين سي، في فيتامين باء، طبعا هو مبرد منشط منعش، بيعمل على تنظيم الأمعاء، ولما بيكون مجفف هذا اللي تكلمنا عنه، الناس اللي ما بتحب التمر فيها تبدأ بالفواكه المجففة. ليه؟ لأنه بتسهل حركة الأمعاء وبتخلي الجسم يشتغل بصورة أسهل. طبعا بيفتح الشهية للناس اللي عندها ضعف شهية، طعمه بس ما تضيفوا عليه سكر، ها؟ أيوة من غير سكر. زي ما هو لأنه أصلا حلو. بيفتح الشهية، بيقوي الأنسجة الجسم، وأهم شيء بيمنع التجاعيد للستات اللي ما بدهم يروح يعمل بوتوكس. طبعا بيزيد مناعة الجسم، بيحمي الأوعية الدموية والقلب، بالاحتواء على فيتامين سي، فهو جيم، فبيعطي مناعة زيادة للجسم. طبعا اكتشفوا أنه بيحمي ببعض من أنواع السرطانات، لأنه بحال الأمعاء فإله علاقة في منع بعض أنواع السرطان ومنهم سرطان القولون، بيهدي الأعصاب، بيزيل الأرق، وبيفيد المسنين والشباب. يزيد ولا يزيل؟ يزيل. يزيل الأرق. إله علاقة، في دراسات قالت إنه إله علاقة كمان تناول المشمش أو أمر الدين، إله علاقة في خفض الكوليسترول السيء ورفع الكوليسترول الجيد لدى الجسم، واحتوائه على فيتامين ألف يعزز صحة النظر. كيف؟ حلو، حواتكم بدقيقة يعني، هو ما كان في دقيقة، كان في أكثر من أربع دقائق. عموما خلونا ناخذ الفايز معانا اليوم، منو بيكون من وقف استقبال الإجابات؟ الإجابة السليمة هي تطبيق طفلي، أنصحكم أنكم تنزلون هذا التطبيق، خاصة المرأة الحامل أو المرأة بشكل عام المتزوجة، وأيضا الرجل كذلك ممكن أن يستفيد من المعلومات اللي موجودة في هذا التطبيق. أنصحكم بشكل كبير أنكم تسوون داونلود حق هذا التطبيق، في معلومات كثيرة. وأيضا يا جماعة الخير، ترى نحن عندنا 30 سؤال خلال هذا البرنامج، كل يوم في عندنا سؤال وما نتناوله تقريبا في المواضيع الخاصة بالتطبيقات اللي موجودة في اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، واللي يعني فيها وايد معلومات مهمة، فيها وايد شغلات جميلة الواحد ممكن يتعرف عليها من خلال هذه التطبيقات. إذن ما أدري صار السحب ولا بعدنا تريا. طيب ليه ما يختاروا لنا اسم الفائز؟ أنا خلال هذه الخمس دقائق خلوني أخذ من الدكتورة لما يعني كلمة ملخص تبغين توجهينها للمستمعين. خليني أقول إنه أنا ما عايز الستات الحوامل يزعلوا علينا، مش بنقول لهم صوموا يعني صوموا، لا إحنا بنفهم إنه حالة الحمل حالة خاصة، هي مش مرض طبعا بس حالة خاصة فيها شوية تعب، فيها شوية إرهاق، ما في معنى إنها تفطر الست يوم يومين ثلاثة إذا حس حالة تعبانة، ولكن طبعا مش سبب إنه أنا حامل بس يعني أفطر. ودائما في أي سؤال، أي تساؤل، أي تردد في إنها تأخذ القرار، الهيئة موفرة مراكز، الدكاترة مقصرين بالمستشفيات، عم بيعملوا توعية، عم بيتواصلوا مع الناس، فدائما أي سؤال إن شاء الله بتحاول إنه تلاقي له على جواب، حتلاقي له جواب وحتلاقي مساعدة، لأنه بالنهاية إحنا وياها هدفنا واحد. صح. ما هدفنا بس نصوم ونطلع بنتيجة مش مرضية، هدفنا نصوم إن أمكن، إذا كان ما في أي مانع، بس إحنا عايزين نتائج مرضية للحامل وللمولود أكيد. يعني حركات الحريم، حركات الحريم حامل وبصر. لا تمشي علينا. عموما هذه بالنسبة للدكتورة لما، الاسم الفائز أو الفائزة معانا اليوم، ألف مبروك نقول لشمسة صلاح درويش، ألف مبروك للأخت شمسة صلاح درويش. إجابة السؤال اليوم
كان تطبيق طفلي هو التطبيق اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي والذي يعنى بالأمهات الحوامل وأطفالهن. دكتورة وفا يعني كلمة أخيرة بعد خلص عندنا. حكيتي وفا ما كفاية يعني احتاجها تحكي يعني بس تصار شيء شي. يعني لو ترييتك أنت أنا عطيتك الوقت الحين كله حق لا ممكن أضيف أنه أنه لما حكينا على أمر الدين أنه بس ينقعوا بالمي على فكرة وقبل بوقت وإذا كتير هما بيحبوا كان حامض مثلا ممكن يحطوا المحليات الخفيفة الطبيعية. طبعا الحامل سواء عندها سكر أو ما عندها سكر إحنا بهمنا بالآخر صحتها وصحة الجنين. التغذية عامل أساسي أكيد. في التحكم بصحة المرأة الحامل. نتمنى إنها توازن الطعام وعليها بالطبق الصحي لأن في طبق صحي خاص للحوامل. زيادة السعرات الحرارية للمرأة الحامل فقط عن المرأة العادية بتزيد في 300 سعرة حرارية يعني ما يعادل خلينا نقول كاستين حليب أو كاستين زبادي يعني مش كتير. فمش هتاكل عن اثنين وإنما ستفكر عن اثنين تفكير عن اثنين بمعنى إنها توازن أكلها هي وبالتالي بيكون طفلها صحي وسليم. إذا أفكر عن اثنين مش أكل عن اثنين. ممتاز. طيب قلنا المرأة الحامل اللي فيها السكري من النوع الأول من النوع الأول يجب أن تهتم بالكربوهيدرات حساب الكربوهيدرات مراجعة الطبيب وتعمل بالقرب من اختصاص التغذية وطبيبها المباشر لأنه المعتمدين على الأنسولين شوي صعب وضعهم لازم يكون في متابعة قريبة جدا. النوع الثاني حساب السعرات الحرارية لأنه بيكونوا ما شاء الله شوي مليانين مربربين فإحنا بدنا نضبط وزنهم بنفس الوقت نضبط سكر الحمل إذا كان عنده سكر حمل أو وزنهم لو ما عندهم سكر حمل. أما السكر الحمل فهم بدهم يمشوا على نظام حسب وزنهم وطولهم وعمرهم برضو متوازن وفي طبق صحي للمرأة الحامل. طيب واللي هي بكبرها سكر شو تسوي؟ ما تصوب خلاص نو كومنت. عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد بصحة وسعادة. أتوجه بالشكر الجزيل للدكتورة لما خالد استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى دبي كانت معنا في هذه الحلقة وأيضا الزميلة دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. طبعا دكتورة وفاء بتكون معنا على مدار هذا الشهر من خلال هذا البرنامج ونستقبل فيه كل الأشياء اللي تهمكم. السلام عليكم. نحن المعلمات نداوم لين قبل العيد بيوم الموضوع ما لنا علاقة فيه. نحن ما عندنا عيال نسوي فطور. أنا شفت فطور وتوقعت أن الموضوع يخصنا بس ما لنا علاقة فيه. هذا للبث المباشر إن شاء الله بنحول السؤال حق المعنيين في البث المباشر. وصلنا لختام حلقتنا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد. تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وفي الإخراج كانت معنا المبدعة دائما ميثة بن بيات وأيضا في التنسيق الأخت أشواق مسعد وهذه تحيات فريق الإعلام اللي قاموا بإعداد هذه الحلقة فكل الشكر لهم وكل الشكر لكل من ساهم في هذه الحلقة سواء من خلال المسجات ومن خلال التفاعل وأيضا من خلال المداخلات. وحتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.